مرحبا طاقم قناتي أخت جلسات التأمل، أعلم أنك أنت الآن نزلت إلى الأسفل قبل أن تشاهد الفيديو لكي ترى التعليقات، ورؤيتك لهذه التعليقات يعني رؤيتك إلى شخصيات أناس مختلفة، البعض يمدح والبعض قد يكون غير ذلك. لهذا السبب في هذا الفيديو أردت أن أوضح لكم أنواع الشخصيات المختلفة وطريقة التعامل مع هذه الشخصيات. لنبدأ. هدفنا رفع وعي البشرية إلى عنان السماء. أخطر جلسات التأمل. لن أحاول هنا أن أفسر لك الاضطرابات النفسية، وإنما أحاول أن أفسر لك الشخصيات للناس بطريقة عامية قد تكون سهلة للجميع لكي يفهمها. الشخصيات التي نراها الآن في المجتمع بصورة عامية بعيدا عن التصنيفات المحدودة، هناك شخصيات التي ربما تراها شخصية تحب النقد، شخصية تحب أن تنتقد الناس على سبيل المثال، ربما يكون حسدا أو كرها أو لمختلف العواطف الأخرى. هناك شخصيات كذلك التي تحب أن تكون بمفردها، تحب أن تكون بعالمها الخاص، تحب أن لا يتدخل أحدا في عالمها. هناك أيضا شخصية أخرى التي تحب أن ترى إلى الإنسان الناجح وتصبح تنعته بالسارق. هناك شخصية أخرى التي ترى إلى الفقر على أنه السعادة الأبدية، وهناك من يرى أن الغنى هو الأساس والشيء الأسمى، وأن الوصول إلى الهدف هو أهم شيء للوصول إلى الوفرة العالية. وهناك الشخصية الكئيبة التي لا يستطيع أي شيء أن يسعدها، وترى الحياة على طريقة جدا مختلفة على عكس معظم البشر على هذه الأرض. الشخصيات مختلفة جدا، ولكن أهم هذه الشخصية التي تزعج كثير من الناس هي الشخصية التي تحب النقد أو تحب الاستفزاز لغيرها. هذه الشخصية بحد ذاتها تعاني من تعارض مع نفسها، فالشخصيات متعددة والشخصيات كثيرة جدا. البعض منها شخصية قد تكون ملهمة هادئة جميلة، وبعض الشخصيات قد تكون مزعجة للبعض، مزعجة لنفسها ومزعجة للمجتمع الخارجي. وهناك أيضا الشخصيات الشكاكة التي ترى إلى أي شيء أمامها فتظن أن ما يحدث هو يقصد هذه الشخصية، أو عندما تلتقي مع شخص معين هذه الشخصية فترى أن أي كلمة تقال ما هي إلا كلمات تقدم إليه بطريقة مزخرفة تكريها أو حقدا أو أي من تلك التصنعات العقلية التي يصنعها عقل تلك الشخصية. والشخصية الشكاكة تكون أيضا في العلاقات العاطفية أو الزوجية دائما مشككة جدا، وتبحث عن أشياء من صنع عقلها، وهي ما تسمى بالشخصية الزورانية. أعذروني لأني سردتها لكم، ولأنها مهمة جدا يجب علي أن أسردها أيضا. عزيزي عزيزتي، حتى لا أطيل عليكم الوقت، كيف نتعامل مع الشخصيات المختلفة والتي أكثرها تكون سلبية، عاطفية وفكرية، متعلقة بشيء معين، كارهة للتغيير، ناظرة إلى العالم على أنه السواد، ناظرة إلى الهدوء تسميه هدوء ما قبل العاصفة، متوقعة كل شيء سلبي قد يحدث، ناقدة للناس، تقول كلاما قد يزعج غيرها؟ كيف نتعامل مع هذه الشخصيات التي أحيانا تحبطنا، التي أحيانا لا تجعلنا نذهب لتحقيق أحلامنا، التي أحيانا تجعلنا ننظر إلى أنفسنا على أننا لا شيء، ننظر إلى الناس فنتقبل آراءهم ونتقبل كل ما يقولونه عنا وكأنه شيء حقيقي فينا لم ندركه نحن في أنفسنا؟ كيف نتعامل مع هذه الشخصيات وكيف نحمي أنفسنا ونبقى بفكر واعي جدا بعيدا عن ما يقوله الناس عنا؟ حتى وإن قالوا هذا الكلام لن نتأثر أبدا بأي شكل من الأشكال. بداية يجب أن تعلم بأن كل نقد من إنسان أو كل كلام يأتي من إنسان هو حرفيا عبارة عن أشياء تربى عليها في السابق، أشياء اعتاد أن يراها، أشياء اعتاد أن يسمعها، فأصبح يطبقها بطريقة لا واعية، سواء كان مدحا أو كان غير ذلك. الشخصية التي تحب النقد وتحب أن تكون دائما ناظرة للناس بطريقة مختلفة، هذه الشخصية ترى السوء في نفسها وترى النقصة، وتظن أن الناس الذي حولها بهذه الطاقة الإيجابية والأجواء الرائعة هم متصنعون لذلك. ويجب أن تعلم بأن كل تناقض يأتي إليك ما هي إلا نتائج عادات وتفكير ذلك الإنسان، فيراها من منظوره محاولا أن يفسر ذلك عليك، فتكون أنت الضحية، أنت قبلت كل كلماته التي يقولها. دائما ما تعودنا
على أن نسمع النصيحة من الأشخاص الذين هم أكبر منا سنا. وأنا هنا للأسف الشديد أعارض هذه الفكرة، لأن تقبل تجارب إنسان تعرض للسوء وللأشياء الإيجابية فيسرد هنا ويسرد من هنا هذا الإنسان الحكيم الذي تتقبل منه كلاما قد ينير بداخلك شعلة الوعي التي لم تبحث عنها في السابق، على عكس الشخص الآخر الذي تكون تجربها كلها سلبية فيحكي لك عن العذاب والألم الذي عانى منه فينقص تلك الطاقة التي كانت بداخلك التي كادت أن تخرج وتطفو إلى أعلى فأهمدها وقتلها بتلك التجارب التي يظنها فخرا بينه وبين نفسه ليسردها بين الناس. وللأسف الشديد أن كل هذه التجارب كانت بدايتها سلبية منتظرا هذا المستمع أن ينتهي بكلام إيجابي قد يحفزه، ولكن ينتهي الشخص الآخر للأسف الشديد بكلمة الذي يسرد تجاربه بأن الحياة لا تعني أي شيء ويخبره بتلك الإحباطات التي تقتل الشخص الآخر وهو في سن شبابه متأملا عالما يقظا، فيأكل ذلك السم اللعين فيسقط هاوية لتجارب شخص آخر هو لم يجربها أصلا. أطلت عليكم الحديث لكي أفسر لكم بأن أي تناقض أي كلمات تسمعها من الإنسان الآخر يحاول فقط أن يسترجع معلوماته السابقة طبقا لهذه المعلومات يسردها إليه. عادة البشر لا تأتي بفكر جديد، لا تحاول أن تقوم بصنع أفكارها الخاصة خوفا من المجتمع، خوفا من نظرة الناس، خوف كيف سيراني فلان أو فلانة. خوفك كذلك أيها الإنسان من شيء وقعت فيه أنت في السابق ليس الخوف من الخطأ، وإنما الخوف من الفضيحة التي تأتي ما بعد الخطأ. وهنا نفهم سيكولوجية هذا الإنسان، ويجب أن تعلم أن لكل إنسان أشياء بداخله يخبئها. الشخص الذي تخجل من فضيحتك أمامه يجب أن تعلم بأن هذا الشخص يخبئ ملايين الفضائح بداخله الذي يخشى كذلك أنت أن تفضحها. نفاق بين الإنسان والإنسان الآخر، أنت بحد ذلك صديقي، أنت بحد ذاتك عزيزتي. انظري إلى منزلكم عندما يأتيكم ضيفا، ألا تتحركون بسرعة محاولين تنظيم هذا البيت حتى لا يرى الضيف عليكم نظرة سيئة؟ والغريب في الأمر بأن الضيف يقوم بعمل نفس الشيء عندما أنت تذهب لزيارته. تخيل لو أن هذا الإنسان وهذا الإنسان تصارحا فيما بينهم، أبعدوا تلك الشخصية النرجسية التي تكون من الداخل محاولا أن تكون دائما بتلك الشخصية المثالية، تنتظر في كل لحظة ولحظة أن يرى إليك المجتمع والناس على أنك شخص دائما صحيح لا تقع في الخطأ وإنما حقيقة الأمر مختلفة. تخيل لو أن البشر جميعا صارحوا أنفسهم بتلك الأشياء المختبئة بداخلهم بدون أي حكم، بدون أي محاولة لتغيير ذلك، وإن كان سلبيا فلا بأس بتغيير تلك الأشياء. ما تفعله أنت لإبهار الناس، الناس تفعله لإبهارك أنت. فكل ما يحدث ليس حقيقي بالمرة، كل ما يحدث هو عبارة عن أشياء نحن اعتدنا عليها. من يفعل ذلك أيها الإنسان؟ إنه عقلك الذي اعتاد على تلك البرمجة. إذا نظرنا إلى شعوب متفتحة فنرى أن العلاقات العاطفية بين حبيب وحبيبة أمر عادي، حتى وإن التقى مع الناس يخبرهم بأنه شيء عادي، حتى إن ذهب إلى مجتمعات أخرى يحاول أن يوصل رسالته بأن العلاقات العاطفية لا يوجد فيها أي شيء خطأ. من الذي جعل ذلك الإنسان يعتقد ذلك؟ هو المجتمع والبيئة التي تربى عليها، فاعتاد عقله الباطن على تلك البرمجة ورأى أن هذا شيء عادي ويجب أن يكون عاديا. بينما في مجتمعات أخرى نرى كذلك أن العلاقات العاطفية قد يكون فيها نوع من التشدد أحيانا، فهذا الإنسان يرى أن العلاقات العاطفية شيء ليس صحيحا، شيء ليس قانونيا، شيء لا يتجرأ الإنسان على فعله، فيحاول أن يبرهن أن هذا الشيء غير حقيقي. وهنا نرى الفرق بين الشخصية الأولى والشخصية الثانية. هذا ذهب اتجاه التربية التي اعتاد عليها، وهذا على اتجاه التربية التي اعتاد عليها. وعندما يلتقي هؤلاء الشخصين مع المجتمع ومع الناس، هذا يسرد فكرته متيقنا بأنها صحيحة، وهذا كذلك يقوم بعمل نفس الشيء. وهنا في هذه اللحظة تعاملك مع هذا الإنسان الذي أمامك سأعطيك فكرة استراتيجية بعد سماعك لهذا الشرح وفهمك كيف هي حياة الإنسان التي جدا غير حقيقية بعيدا عن العالم الذي يجب أن نحيا فيه بأنفسنا. هذه الخطة التي سأعطيها لك، تذكر دائما هذا الكلام الذي قلته لك، احفظه بداخلك. انظر إلى الشخص الذي أمامك عندما ينتقدك، عندما يقول لك كلاما لا تحبه، عندما يبدأ بالشتم والسب أحيانا، انظر إلى أن هذا الإنسان يقوم باسترجاع تلك الأشياء التي اعتاد عليها في السابق من مفاهيم وأفكار فيقولها لك الآن. فهو حاسوب أمامك الآن، حاسوب حرفيا، مثل هذا الحاسوب يقوم بعمل أو قول أشياء من تلك الأشياء التي تم حفظها. هذا الإنسان هو عبارة، بالضبط أوضحها لك، هذا الميكروفون الذي تراه أنت أمامك، هذا الميكروفون لا يستطيع أن يخاطبك أنت، ولكن
ولكن كيف يخاطبك نظرا إلى فكر من هنا؟ هذا الفكر يذهب إلى هذا الميكروفون، وهذا الميكروفون بعد أن أخذ الفكر وأخذ العادات يقوم بإرسالها لك أنت على هذه الكاميرا لكي تسمع هذا الصوت. هذا الميكروفون في الحقيقة لا شيء، كل ما يوضع في هذا الميكروفون يتم إرساله إليك. كذلك عقل الإنسان بهذه الطريقة يسحب تلك المعلومات طبقا لتلك المعلومات يقولها للمجتمع والناس الذين هم من حوله. هذه النصيحة التي سأعطيها لك الآن، انظر إلى الشخص الذي أمامك بدون أي خوف، بدون أي تقلق، بدون تحريك تلك العواطف الدفينة التي تكون بداخلك، ناظرا إلى الشخص الذي أمامك على أنه حاسوب. هذا الحاسوب لا نحتاج إلى إطفائه ولا نحتاج إلى تغييره، فهو محكم بشدة نتيجة أفكار سابقة. انظر له على أنه يقول كلاما من عقله الباطن، وهذا العقل الذي يقول منه هذا الكلام يجب أن نستمع عليه ونضحك بداخلنا، نضحك بداخلنا بدون أن نظهرها على وجوهنا، ننظر إليه على أنه إنسان يقوم باسترجاع ذكرياته، سواء كان كلامه سلبا أم إيجابا، فنتقبل هذا الكلام ونضحك بداخلنا أمام هذا الحاسوب الذي يخبرنا بأشياء ليست حقيقية وليست في ذواتنا نهائيا. دائما أي نقد، أي محاولة إنسان أن يواجهك بشيء معين لا تستخدم عواطفك، فكل ما يقوله حرفيا برمجة، حاسوب، العقل، تكنولوجيا يقوم بأخذ تلك المعلومات ويقول عليك. انظر إلى هذا الإنسان بكل ابتسامة داخلية وانظر إلى تلك البرمجة التي بداخله. وهنا ننظر إلى عدة حواسيب في هذه الأرض، وعندما نرى إلى هذه الحواسيب نحاول أن نرى ثقافات مختلفة طبقا لهذه الثقافات، نأخذها على أنه شيء جميل سعيد نرى به عقولا مختلفة اعتادت على أجواء مختلفة، وبهذه الطريقة لن تتأثر عقليا أو عاطفيا. هذا الفيديو لم يقوم أي أحد بسرده، لم يقوم أي أحد بتوضيحه على اليوتيوب أو غيرها. أريد أن أوضح لك قصة أخرى لكي تفهم كيف أن عقلية هذا الإنسان مبرمجة جدا على المجتمع. أتذكرون قصة جحا وزوجته والحمار التي سمعناها في السابق؟ قيل أن جحا كان قاصدا مكانا معين، كانت زوجته فوق هذا الحمار فنظر له الناس على أنه رجل تحكم فيه زوجته، فجعل زوجته أسفل هذا الحمار وأصبح هو فوق هذا الحمار، فنظر له الناس على أنه رجل لا يستحي ولا يحترم زوجته راكبا فوق الحمار جاعلا زوجته تمشي على الأرض. وعندما نزل من فوق الحمار ومشى هو وزوجته على الأرض نظر له الناس على أنه شخص غبي تاركا هذا الحمار ويمشون على أقدامهم. هنا تكون وصلت كيف هي برمجة المجتمع. أخوكم نضال الهمالي من قناة أخطر جلسات التأمل. سلام.